روزين يوسف اهتمت بخبر اعتماد عمرو الجرحي وزير المالية عدد من الإتاحات العاجلة بمبلغ 3 مليار جنيه و700 مليون أيضا عن شهر ديسمبر 2017، وده هيكون لوزارة البترول وهيئة السلع التموينية وكمان هيئة السكك الحديدية والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، و60.6 مليون جنيه للتأمين الصحي لدعم المرأة المعيلة والطلاب والأطفال.